في اللغة وجدت ما أعرف إيش رأيت وين في وين رأيت يعني كأن وين يلا طلع لي من لسان العرب لسان الفرس لسان الطرقاعة وين وين تيدي كل يعطي هاي الآية القرآنية كريم كلمة بالإنجليزي كلمة بالإنجليزي أعطيك آية قرآنية قل لي إذا هي نفس المعنى أعطيك آية قرآنية تفضل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون يلا شنو معنى قد رأيتم رأيتموه ما معنى كلمة فرأيتموه شنو شنو رأيتموه وأنتم تنظرون يعني هنا طيب إذا كان ليست إساءة لماذا البخاري بترها المغربي يعني تعرف اللغة كانت ليست إساءة لماذا البخاري قال كذا هذا القرآن ذكر لك من القرآن يا أقول له يقول له القرآن قال يقول له ابن منظور بالله زين ابن منظور اقرأنا من ابن منظور تفضل اتفضل اقرأنا اتفضل يا أنتم تنظرون هاي قرآنية في سورة آل عمران 143 حاج واد ممكن مداخلة فرأيتموه لغة ما دخل هذه الآية بهذا التعريف هذا شتان ما بين الترى والترية يلا قرأنا من اللغة قرأنا من اللغة تفضل قرأنا تفضل نريد من الدفقار المغربي نريد لا لا أنت 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 ماذا يريد مني يريد من كتب اللغة وعندنا فرأيتموه بمعنى أقرأها أقرأها شو المصدر ولك أقرأها شنو المصدر المصدر شنو المصدر شنو أنت من وين تقرأ تقول عندنا أنتم مين أنتم أقرأنا من الكتاب تفضل أنت الذي أبين من تعرفنا فرأيتموه أي أقرأها أقرأها من الكتاب أقرأها من الكتاب حتى نشوف من لسان العرب ابن منظور ابن عرعور يلا قرأت تفضل إذا ما عندك أنت ما عندي ما عندي أنا مصفط أنا مصفط ما عندي أنت العالم النحرير أنا شرحت اللي عندي فقير رجال فقير أنت العالم النحرير اقرأنا من الكتاب يلا يرى عمر آتين يرى عمر آتين كاذب يا أهل السنة بالله عليكم أهؤلاء من يمثلونكم يا أهل السنة بالله عليكم أبي هؤلاء ترفعون رؤوسكم يا أهل السنة بالله عليكم أبي هؤلاء تفخرون أبي محمد وغيره ترفعون رؤوسكم يا أهل السنة أين علماؤكم أين مشايخكم تعبنا والله معقول أنتم على دين هذا حاله معقول أنتم على دين هؤلاء من يحاور عنكم معقول أنتم على دين لا يستطيع أن ينهض دين مكسور دين مغذول دين ما في لغة ما في قرآن الآن أنا تكلمت بالقرآن أبو كريم جاء بآية قرآنية تكلمت باللغة اضربني باللغة اتفضل اضربني باللغة فرأيتماه هذا تقرير رأيتماه كاذبا آثما غادرا والدليل على ذلك يا فهيم يا عاقل أن عمر جاء بالمضاد له وقال له والله يعلم إذن هي المسألة عن علم أنه لصادق بار الراشد إذن هنالك كاذب وهنالك بار هنالك خائن ولهنالك راشد شفيك انت الدليل على ذلك انه ضرب هذه والله بحت اصواتنا والله تعبنا والله تعبت حاج وعد لكن واضح دقيقة اخي العزيز هل الاخ مازال بس الاخ ذو الفقار يريد يتكلم هاي الكلمة وارجع لك بس ذو الفقار تفضل ذو الفقار هل الاخ موجود موجود نعم مغرب هو من جماعتك نعم جيد جميل جدا أخي أنت موجود فقار تسمعني جيدا نعم أسمعك عندك مشكلة في فرأيتما ليس كذلك نريد يا أخي بالفقار تعطيني من كتب لغة ما معنى كلمة فرأيتما لغة أنقل الشيخ واد لأنه يأتي بدليل من كتب لغة أنت أعلمني إذا جيد أنت ماذا تريد أن تقول فرأيتما ماذا تعني عندك أنت
يقصد بها كأنكما ترايانه لما جئتما ببغض. جيبها من اللحظة، جيبها من اللغة، يلا جيبها من اللغة، افتح الكتاب وجيبها يلا. يعني علي يعتقد أن أبي بكر كاذب آتم، وإلا اللغة بيننا وبينكم. يلا اللغة بيننا، افتح الكتاب يلا. ولك يا بشر افتح. لا حول ولا قوة إلا بالله. صبر العزيز أخي العزيز، أخي العزيز تفضل أبو أذ الفقار تفضل. لا لحظة يا أختي، خلي شوف هذا دولة شون هاي مصايب تجينا يا ربي. تفضل ذو الفقار أخي العزيز، شاهد معي الشاشة. أخلص من فارس يجيني هذا، أخلص شنو القضية؟ ما تقول لي شنو. تفضل أخونا ذو الفقار. نعم شاهد معي الشاشة أخي إن كنت ترى. شاهد الشاشة. هذا كتاب حتى ترتاح من كلمة فرأيتما. هذا كتاب صحيح ابن حبان، دار ابن حزم، نفس الحديث يقول: ثم أقبل عمر على علي والعباس قال: وأنتما تزعمان أنه كان فيها ظالم فاجر، لا فرأيتما ولا هم يحزنون، تزعمان أنه كان فيها ظالم فاجر، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع الحق. ماذا تقول أنت؟ تفضل. كلمه صوتك انقطع عني. عيد عيد دائما صوتي ينقطع. ما هذه يا اخي؟ كلما ارد عليكم تقول صوت لا تسمعون صوتي. 70 كيلومتر راه بيني وبينك 7000 كيلومتر، طبيعي باش تقطع الصوت ديالي بيني وبينك، راه بيديك 4000 كيلومتر، طبيعي تقطع الصوت. عيد الكلمات. هل تشاهد الشاشه؟ لا لا اقرا انا تنخاطبك من التليفون، انا ما كنشوفش التليفون، كنهضر معك. جاء في كتاب جميل، جاء في كتاب صحيح ابن حبان دار ابن حزم، نفس الحديث الذي جاء عند مسلم، يقول عمر: ثم اقبل على علي والعباس قال: وانتما تزعمان انه كان فيها ظالما فاجرا، لا فرأيتماه ولا هم يحزنون، انتما تزعمان انه كان فيها ظالم فاجر، ما هو ردك؟ ربي سهل جدا، قال تزعم يعني واحد ما سمعنا حتى شي كلمه من علي بن ابي طالب. يا اخي محمد رطول ما سمعنا حتى شي كلمه من علي بن ابي طالب. الان اشرح لي ماذا تعني كلمه تزعمان. ايوه ندير احنا قاعد روايه، ندير معك انا قاعد روايه صحيحه، وتزعمان يعني ما سمعنا حتى شي كلمه، يعني عالي صامت. بس نحكم من علي العزيز. اكرر عليك سؤالي المره الثانيه اخي العزيز، اكرر عليك السؤال المره الثانيه. انت الان كنت تقول فرأيتماه، الان لا توجد فرأيتماه، توجد تزعمان انه كان فيها ظالما فاجرا، ويقول والله يعلم انه صادق بار تابع للحق. يعني بما انكم كنتم تزعمان انه ظالم فاجر، لا، الله يعلم انه صادق بار تابع للحق. وعلي سكت، لم يقل لا يا عمر أنا لا أعتقد هذا، والسكوت هو إقرار من أمير المؤمنين. فماذا تقول في كلمة تزعمون تزعمان؟ أي واش علي قال شي كلمة؟ لا عمر اللي قال، علي ما قالش شي كلمة. يا رجل اشرح لنا ماذا تعني كلمة تزعمان. أنت كنت تتبجح بكلمة فرأيتما، لا توجد فرأيتما، الآن توجد كلمة تزعمان. يا أهل اللغة، يا أستاذ في اللغة العربية، اشرح لي ماذا تعني كلمة تزعمان، تفضل. تزعمان بما ولكن ما قالوش، واش قال شي كلمه؟ راه علي ما قالش شي كلمه، باش يحكم على عمر علي ما قالش شي كلمه. كرر عليك السؤال المره الثانيه، لا تزقزق يا رجل عيب 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 الزقزق، عيب. كنت تقول فرأيتماه واللغه، وما اللغه؟ الان انت يا استاذ اللغه اشرح لي ماذا تعني تزعمان انه كان فيها ظالم فاجر. واش قال شي كلمه؟ واش انا بتحكم يا عمر علي ما قالش كلمه؟ واش علي مالو زازون ولا شنو؟ خاص علي يهضر. مال علي مالو؟ شنو مالو؟ في نقوه ولا شنو؟ خاصو يهضر. تكلم باللغه العربيه، لا تتكلم باللهجه المغربيه، تكلم باللغه العربيه واشرح لنا يا اهل اللغه، يا اهل الاسناد، يا اهل البحث والتحقيق، ماذا تعني كلمه تزعمان؟ تفضل للمره المليون. مليون مرة المليار واش علي قال شي كلمة؟ لا 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 تهدر شوف تفهم بقر هذا يا عيد. خلينا حاج وعد، لو سمحت حاج وعد تفضل. قول عمر بن الخطاب لمن قال فرأيتماني، ليش قال عمر بن الخطاب رأيتماني؟ كيف عرف؟ إلا أنه سمعهم ولا أنه عارف؟ رأيتماني هذه أبلغ من تقولاني، رأيتماني استقر في أنفسكم هذا الأمر، استقر في أنفسكم. الآن الشيخ علي الدر أيضا يشرح لهم إياه لغويا أبو عبد الرحمن ويانا. الشيخ علي الدر لحظة تسمع،
وبركاته. عليكم السلام. تفضل الشيخ علي الدر، ادخل ادخل في فرأيتماه مباشرة، الله يرضى عليك، تفضل. نعم مولاي، الفعل رأى له ثلاثة أحوال، إما الرؤية البصرية يكون له مفعول به. علي صوتك، علي صوتك، وإما علي صوتك، علي صوتك. صار بخدمتكم إن شاء الله. الآن صوت جيد حج وعد؟ إيه تفضل. الآن صوت جيد؟ تفضل. الآن مولانا، الفعل رأى له ثلاثة أحوال، الأول الرؤية البصرية ويكون له مفعول به واحد، والثاني الرؤية اليقينية القلبية القطعية، أي ما يعرف بأفعال اليقين، ما يعرف بأفعال اليقين، وهذا مطوي في معاجم اللغة العربية وكتب النحو، أي بمعنى لما الإنسان كما قال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء، أكبر كل شيء، هل رأى الله بعينه أو رآه بقلبه؟ نقول لا، رآه بقلبه. ما هو الدليل؟ لأنه رأيت فعل وفاعل، الله مفعول به أول، أكبر مفعول به ثاني. نفس الحالة أين؟ في فرأيتماه ورأيتماني. فرأيتماه الهاء المفعول به الأول، وآثما أو كاذبا المفعول به الثاني. فهنا يقين وقطع وجزم عند علي والعباس بأن كل من أبي بكر آثم كاذب خائن ظالم إلى آخره، سواء عند عبد الرزاق أو في صحيح مسلم. وهنا الرؤية رؤية القلبية القطعية اليقينية يا حاج وعد. شكرا لك. الرؤية القطعية القلبية اليقينية. سمعتم اخواني؟